أعزائي أصدقاء القناة ومتابعيها، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حوالكم؟ بخير؟ كنتمنى لكم الصحة والسلامة وراحة البال. ومرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نتكلم فيها على بعض المعتقدات المغربية القديمة اللي عشت وكبرت معها أجيال. كيف كيعرف الجميع، كتسخر الذاكرة المغربية الشعبية بكم هائل من التراث الشفهي اللي كيهم الخرافات والأساطير اللي بدع فيها الخيال الشعبي باش يفك رموز العوالم المغربية. لكن كونها كتبقى أساطير وخرافات ما كتعنيش أنها تافهة، بل هي أشياء جميلة جدا تطبعنا كمغاربة وتميزنا على الشعوب والولدان الأخرى، وهذا ما كيكون إلا عند الشعوب العريقة والمأصلة. فنذكر على سبيل المثال، كيقول لك نباح الكلب نادر ديال الشعوب وشي حاجة خايبة، وشوف الغراب كتعني الموت ديال شي حد من الأقارب، ولا فرفرات العين اليمنى راه شي حد كيذكرك بالخير، ولا فرفرات العين اليسرى راه العكس تماما. وكيف كيتقال غتشوف الغايب، ولا حليتي المظل في وسط الدار راه كيجلب الخراب لموالين الدار والنحس. وهناك بعض المعتقدين ان الحذاء او الصندالة ليس من الجيد ان يكون مقلوبا، لان الشيطان كيصلي عليها. وبيناتنا والشيطان كيصوي، وإذا كانت الفردة ديال الصباط فوق الأخرى كتعني السفر، زعما غادي تشد الطريق طويلة. أما تحك بكثرة فكيعني أن اليوم الموالي سيكون مليئا بالأحزان والبكاء. وكنقولو هنا في هذا الباب هذا كنقولو وضحكنا الله يخرجو بخير. وإذا حسيتي بالحكام الحكة في اليد اليسرى، هذا يعني تشد الفلوس. ولا طالما نرى أشخاص كيحكوا يديهم ثم كيقلبوها بعد ذلك باش يشدوا الفلوس. أما إذا حكيت يد اليمنى فيعني أنك غادي تسلم على شي حد، شي واحد هاك حكوا ليا وسط يديا وكيبوسها. أما إلى ضربك شي واحد بالشربي أو الصطابة أو المغرفة كتبقى بلا زواج. وهناك اعتقاد آخر كيقول أن إلى جو عندكم الضيافين خاص الميدان تشلع قبل ما يخرجوا، ولا كيبقاو بنات الدار بلا زواج. ليه؟ إلا كنتي لابس الصندارة وكتجر رجليك داخل الدار راه كتجيب الزلط وكتجري على الرزق. وإلا خرج الرضيع الريق كثير كيعني الشتا غادي تصب. وكتزيد هاد الاعتقادات انه شي واحد الى جا العرس ديالو في الشتا راه كان كيلحس القدور او كياكل الخشوش. والواعره كاع في هادشي هو الى صبت الشتا وفي نفس الوقت شرقت الشمس كيقول لك راه عرس التيم. وهناك الكثير حبيت ننعش معكم الذاكره ونستحضروا هاد المعتقدات اللي كانت جزء من مجتمعنا. قبل الختام دعموا القناة ديالكم وللخيرات وتفعيل الجرس حتى نتلاقاو في حلقة مزيان إن شاء الله تعالى. تبقوا في رعاية الله، لكم أبهى وأرقى التحيات.